أنا دكتورة أزهار، أشتغل في مركز الزهير هنا في قسم الجلدية، أشتغل على أجهزة الليزر. يعني الحمد لله أنا اشتغلت على حالات كثيرة، بس أنا كان عندي شغلة واحدة، أنه بالنسبة إلى موضوع الحوامل، يعني أنا لاحظت أنه كثير يخافون يعملون ليزر أثناء فترة الحمل. تعرفين أنه الليزر إذا كان فيه خطورة، المفروض الخطورة مو بس على الشخص اللي بنشتغل عليه، المفروض حتى أنا علي تكون في خطورة، سواء أنا أو النرس اللي معاي. فبس بوضح أنه الليزر أمين، هو مو إشعاع، يسموها إشعاعات غير متأينة، ما فيها أي ضرر على الجسم، ما في أي خطورة، ما في أي تأثيرات مستقبلية حتى على الجسم داخليا. سواء كثير يخافون على الغدد، ولا هذه ما لها تأثير. الليزر حد انه يوصل الى الطبقات السطحية من الجلد وبس.